باش نحكيو على حادثة عجيبة غريبة صارت مؤخرا في تونس، وهي زوجة رجل أعمال مشت بلغت على رجلها، قالت أنه معناتها محتكر للقهوة طبعا اللي هي معناتها ناقصة في البلاد وما فماش منها. طبعا هو صاحب شركة بيع وتزويد الأسواق بالقهوة، إذا مباشرة تفاعلت الوحدات الأمنية وتم إيقاف رجل الأعمال هذه. شنو رأيك في التصرف القانوني الكبير مراقب كل شيء؟ والله أنا واحدة من الناس نشجعها ونحييها على الشجاعة متاحة، معناها اللي عملت حاجة كي خطر رجلها مش حد آخر، فهمتني؟ ما نعرفش، يمكن الضمير هو اللي خليها تتصرف وتعمل هكا حاجة معناها غالطة، علاش ليه؟ ولعل هي حبت معناها توعي ولا تصلحه قبل ما تعمل هذا، هو ما حبش معناها، شافت هي الحل هكاكا. يا خوتي بقينا بلاش قهوة، خل قهوة تخرج، خل نشرب قهوة يا عجبكشي. كان جيت من ناحيتي أنا ما نشكيش بيه، علاش مسوخ موحتي السمعة متاعي أنا نوسخها؟ كي باش نمشي نشكي للمحكمة ولا نشكي لأي إنسان في الحد، إذا يا راجلي وكتبت عليه صديق وعشيري، كيفاش أنا نجي نمرمدو برا غلطت غلطة نعديها له؟ أما باش يغلط الثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة ما تجيش. يعني ما لوموا المرأة هذه زوجة رجل الأعمال هذه اللي مشيت شكات بيها، لوموها؟ في جيت هذيا الاولانيه لا، اما كي تبدا في الثانيه ولا في الثالثه وهو مدرب ما نجمش، فهمتني؟ كان جات هي حشتها معناها باش تشكي بيه، وكان جات عندها الوطنيه راهي من الاول معناها قالت له مش كان كيف تنيبزوا هي معناها ظهر لها باش تكون عندها الوطنيه وباش نورمال ما هي. يعني انت تعتقد انه التصرف هذايا عملته على خلفيه انه مشكله صارت بيناتهم تصفيه حسابات يعني؟ وي صحيتك هكيكا جوست معناها هكا نقولوا نحن عملتها هكيكا جوست باش تنتقم منه هو. لا واعي شنو اللي صار ما بيناتهم هما، اما هي كيف عملت خويا ماذا بينا كان كل وحده تجي تشكي برجلها ويصير هكا وبيه يعني. ما الله اعلم شنو اللي صار ما بيناتهم هما، شنو الشيء اللي خلاها، شنو الدافع اللي خلاها باش تقود برجلها، هذيك الله اعلم شنو اللي صار ما بيناتهم. يعني انت حسب رايك ما يكونش تصرف طبيعي انه مرأة تمشي تشكي برجلها وتقول مثلا راهو محتكر ولا مثلا راهو معناتها مخترق للقانون والا معناتها يمارس في فساد معين. هو اخلاقيا راهو اخلاقيا واحد يبلغ على فساد حاجة طبيعية، لكن احنا توا بالشيء اللي نعيشوا فيه ولينا نستغرب وقت اللي واحد يمشي يتكلم كلمة حق في خوه ولا في بوه ولا في واد ولينا نستغرب منها، اما اخلاقيا هي راهو يزمو هذاك الشيء يزمو يصير. يا اخي راهو ضرت عباد، راهي عباد تضرت راه، والله اعلم مش تكون لي وراها مش تكون لي كذا والف من واحد هذا كيما هكا زاد. التصرف كي نقولوا طبيعي ماهوش طبيعي. اما الخبر اللي خرج قالوا اللي هو تزوج عليها، معناتها خذا عليها امرأة أخرى. ردت فعلها هي كمرأة ومعتها والمرأة وكان تضعف في موقف كي من هك نجم نقول لك أنا هذا من جانب نجم نقوله سلبي. الجانب الإيجابي اللي تعيشه بلادنا والوضع الحالي جانب إيجابي جدا، ومرأة سامحني في التارم بنت أمها، احنا نقوله في الحوم العربي نقوله مرأة بنت أمها، فهمتني؟ لأنه معتها هو نوع ذاك نعمان اللوز معناتها ما يعرفش على طرف خليها وين هذه جوزته انت، لا ثم يقل الثقه بيناتهم. ما دام واحده تبلغ على جوزها معناها ثم يقل الثقه، اما يكونوا ما همش متفاهمين ثم بيناتهم مشكله والقاتلوا فرصه باش تنتقم، ولا ما ثمش حاجه اخرى شنو باش تكون هي قريبه لقيس سعيد اكثر من ما تنجمش تكون مثلا وطنيه عندها حس وطنيات. ما هو شوف هو مكثر التوانسه الكل عمرها المراه ما حتى رجلها يكون خايب ويعمل وواحد وكل شيء ما تكونش باش تبيعه. هذه ما باعته كان ثم مشكله بينها هي وياه هكا. اذا كان هي شكت خاطر يعني كما نقولها رضا الضمير نتاعها، خاطر هذا الاحتكار يخص ما يخصهاش هي برك، يخص تونس كامله. خاطر تجي سبحان الله توا اجنبي ولا في تونس تقول له قهوه ما عنديش، مش لوجيك، فهمتني؟ قامت بالواجب هكا. يعني تحسوا تصرف طبيعي نتاع انسان وطني ما حاسس بوضع البلاد وبوضع الشعب التونسي للدرجه هذه يعني؟ شيء خطر شيء مهز اختي راي، شيء مهز تقول لي ما فماش قهوه ما فماش سكر ما فماش حليب، خاطر على الدنيا السلام اول مره تصير. شكون تونسي ما يشربش قهوه؟ انا راه تصرف سليم. كان هي تخاف ربي وتعرف اللي هو خطر مش معقول، حرام، إذا تبع الدين وتبع الإسلام حرام،
هو يخبي قوت العباد والعباد مش لاقيه ما تاكل وهو يخبيه، هي عملت لها الصحيح. واذا عندها مشاكل زوجيه وتتعاقي ورجلها وعندها مشاكل عائليه تولي يعني حتى القصد يولي غالط، ماهوش صحيح. هو اذا كان صحت معناها العمليه للزوجه، هي بلغت بالزوج نتاعها معناها نراها ممكن هو يكون في خلاف زوجي معناها اكثر منها معناها وشايه معناها كاكا لله في سبيل الله ولا لحب في الوطن، وانما هي مجرد ممكن معركه داخليه وسط البيت بحد ذاتها. معناها المراه ربما عندها نيه اخرى غرض في زوجها الشخصي، معناها نجم يكون وراها خلفيه ونجم يكون تصرف طبيعي، على خاطر هي ما يمكن حست تحس في روحها تشوف في عائلتها اللي هما ناقصين الحاجه هذيك القهوه مثلا، تشوف الشعب التونسي ناقص، تقول لك علاش هو يحتكر. هي قدمت يعني نصيحه، يعني ما تنجم تكون عاديه الحكايه، ما تنجمش خلفيه خايبه. يعني ما تستغربهاش انت كي تسمعها تحسها طبيعيه. طبيعيه عاديه. انت كشابه تونسيه نفترض مثلا عندك زوجك خالف القانون في حاجه معينه، تمشي تشكي بيه؟ من الاول معناها انا من الاول اذا كان انا معناها شفت انه هذا التصرف هذاك خاطئ نمشي نشكي بيه، على خاطر ما لازموش يخالف القانون، فما قوانين. مي معناها مش جست نمشي ننتقم منه. يعني تصرف يكون نابع من قناعة. صحيح هذاك جست معناها جست من قناعة، مش معناها جست هكا باش تنتقم منه وكهو. أنت كمواطن تونسي كي تسمع بزوجة تقدم على التصرف هذا تولي تولي رد بالي من جوزتي أنا بنتي لا تمشي تبيعني يعني ولا حاجة. ها؟ كواش باش نقول لك يعني بالحق تولي ترد بالك ما عادش تحكي أسرارك الكل. لا مش صحيح، لا مش صحيح. عندك ثقة يعني. لا احنا عندنا ثقة في بعضنا وناس كبرنا احنا مع بعضنا ما عادش عندنا مشكلة. أما اللي صار ماهوش مش صحيح، مش طبيعي. عندها حتى أسرار وما عندي حتى شيء على شيء باش تقوض بيا، أنا راني خبيت 10,000 فرنك على هي، ما عندي حتى شيء، ما عندي شيء. مش هذا الحكايه، حكايه ناس كبار هذوما في بعضهم هما دار شنو اللي صار على بعضهم، غارش عليها في مليار ولا زوز، شكيت بيه هنا فاش باش نغور عليها، باكو مقرونه كان خلطنا عليه زاد. لا لا نحكي بما انه لازم تكون ثم كونفيونس بيناتكم، وتكون انت زايده ضميرك مرتحك في اللي تعمل فيه، بما انه ما ثماش علاش ما تكونش فيه كونفيونس. هي ما عملتش حاجه غلطه، راه هي انه حبت انه يمكن نصحته وتقول له علاش انت تحتكر وكل شيء، ما حبش يسمع كلامها، التجت للقانون وكا وما تنجمش حاجه. امانه ما نشوفهاش حاجه غلط. يعني ما نجموش نلوموها على التصرف هذه، خاصه اذا كان من نابع عن قناعه وانها معناتها عم مقتنعه وما عندهاش خلفيه خايبه انها باش تضر زوجها والا حاجه، ما نجموش نلوموها. واذا عندها حسابات وبنطوات وقتها لا ما نصفيوهاش بالطريقه هذه. والله ما نخبي شيء، قسما بالله نعيش بطحه انا. ما نخبي شيء وكن نحط راسي على المخده نرقد عادي، وما عندي منش باش نخاف، وما عندي ما نخبي. الملك بالاشتراك، الفلوس اللي داخل تعرف وين ماشي، وانا باش نخبي الفلوس على صغاري ولا على اولادي مستحيل انا نخبيها. لا مستحيل، لا لا. مش لانها زوجتي، لا زوجتي معناتها مش لانها مرتي ولا ما نعرفش انا، معناتها ان شاء الله كل مراه، ان شاء الله كل راجل عنده مراه كيفي من الاخر وعلى الاخر من غير رمي ورود، وفضلك ما عندك فهمتني. زوجتي معناتها صغيره في العمر، ما تخطو خطوه لما نعملوا راي، مش تشاورني، ما حبش تقول تشاورني، لما نعملوا راي من فضل ربي فهمتني. ماهيش ديكتاتوريه وماهيش معناتها تسلط عائلي هكا ولا كذا، لا بكل معناتها وجعلنا امركم بينكم شورى، ربي سبحانه وتعالى قال وشاورهم في الامر، امر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم باش يشاور معناتها الصحابه في الامر، احنا الامر بيننا شورى من فضل الله. لكن انت قلت انه ساعات المراه تضعف وتتهور. هاي ما للدرجه دي عندك ثقه في انه مرتك ما تنجمش تضعف وتتهور؟ مستحيل مستحيل مستحيل، بكل بساطه وبكل ثقه في النفس وبكل تواضع سامحني، مستحيل، لاني ما اذيتش انا زوجتي، لانه ما صدرش مني انا شيء يخليها باش تعمل الرياكسيون هذيك فهمتني. الناس اللي قاعده تعمل في رياكسيون كيما هكا وناق مع الرجاله اوتوماتيكمون تشوفي ميل بالباله، ميل معناتها اللي لا نهايه له، وتودنكو يعمل هكا ويغيرها ام اولاده هي ويغيرها ويبدلها معناتها ياخذ مراه اخرى اوتوماتيكمون باش يكون رد فعل عنيف. لا يعني كان رجل تونسي ماذا بيك نمشي ني سليم باش ما نخليش اي حد زوجها او شخص اخر معناها باش علاش نقعد نمشي في الغلط من الاول فهمتني، باش نخلي زوجتي ولا ثم انا
يعني راه حاجة ربما تكون في ظاهرها تكون إيجابية هي، فهمتني؟ ولكن أنا حسب رأيي يعني ما بلي يكون يبقى ديما الشريك الحياة، معناها ماذا بيه ما يخرج أسرار للغير، معناها مهما كانت، فهمتني؟ حتى في صورة ما تفارقوا مع بعضهم تبقى كالأسرار هذيك الشخصية، ماذا بتبقى محفوظة، معناها مش وانا لمجرد مشكل او من اول مشكل نمشي نخرج اسرار، فما بالك ما تكون حاجه كبيره مثلا فيها مستقبل اولاد ومستقبل عائلي. معنا حسب رايك هل انه الحادثه هذه تنجم تخلي الرجل التونسي يولي معناتها مهما كانت الطبقه نتاعو، مهما كان المستوى الاجتماعي نتاعو، غني فقير، اللي هو ينجم يولي يحتاط من المراه نتاعو، ما عادش يحكي لها اسراره كل بطبيعته يحتاط هو بطبيعته. فماش راجل تونسي يعطي 100% لمرته، راه يكذب عليك، نجم يعطي اسراره لصاحبته ما يعطيهاش لمرته. والله الراجل لامه يمكن اكثر واحده، اقرب واحده امه، شفت؟ اي امه الراجل. علاش تكون الام اقرب للزوج انه يحكي لها سرها من مرته؟ ما يقش المراره ديما يخمم، خاطر كان جاي مخه نظيف راهو حتى هو شريكته في كل شيء، ما يخمم ديما خاطر كان جاي يعرف روحه ما عندوش ديفوات وهفوات، ما يعطيش اسرار لامه. ما المراه يخاف ديما لا تقرصه، يخاف ديما لا تبدا شاد عليه حاجه وقت اللي تعمل له اتاك، عرفتها ديما يحتاط. هو من الاول ريت من الاول فما كونفيونس بيناتها، ومعناها يعرفها هي شنية، اذا كان هو يعرفها هي بيع وهي كل شيء وباش تكون باش تعمل له مشاكل هكا كل شيء ما يحكي لهاش من غير ما يحكي لها. جينا كل واحد يغال باطل ويغال ظلم ويبلغ عليه غير البلاد بخير، احنا المشكله نغطوا في الحق ونمشوا للباطل، هي المشكله هذه. هي علاش البلاد هي هكا وعلاش صاير في البلاد هكا من الظلم نتاع العباد، ومن انهم ما يحبوش الحقيقه وما يحبوش الحق، يحبوا الباطل، والباطل عمره ما يركب على الحق جامد، ولا في انه الباطل نهار يركب على الحق.